السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات ولد المغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا واحد السيد اسم ديالو عصام، كيشتغل بقال عند واحد الحانوت في واحد الحي أو لواحد الشارع، كان شارع اللي هو كيسكنوا فيه غير الناس شوية اللي لاباس عليهم، وتقريبا خاوي شيئا ما، ما عامرش بزاف، ساكن فيه الناس قلالين لأنه أغلبية الساكنين ديالو يا إما مقيمين على برا أو لا يعني مقيمين في مدن أخرين. هاد الديور هادو كيخليهم غير شي عطلة أو شي حاجة. من ضمن الناس اللي كانوا على برا ومخلين السويرتات لمول الحانوت واحد ثلاثة الناس كيتيقوا في هاد مول الحانوت، يقول لي انت شوف الا كانت خاصة شي حاجه في الدار، مره ضربت ليلى، خلص الورقات على الماء والضوء وما الى ذلك، شوف شنو كاين، يعني كيديروا فيه الثقه. هو قد الثقه هذه في طبيعه الحال، ولكن اللي ما كانش عارف بنادم وبالاخص دوك الناس اللي يعطيو السويرتات انه هو كان كيستغل هذه النقطه. الناس في الخارج ما كيجيوش من العام لعام، هو كيكري الديور، كيكري هذوك الديور، عنده السويرتات عنده كل شيء، كيكري الدار مثلا يومين ثلاث ايام لانهم ديور زوينين وراقيين وفرشين وكل شيء موجود. وبنادم كيجي بعض المرات كيبغي يدوش شي ليله او شي صحراء او شي حاجه، كيكري الدار كيكريها النهار، هادشي كان معروف عليه. المهم واحد النهار هاد عصام هذا كان في الحانوت ديالو كيبيع ويشري، وكان معاه واحد صاحبو، هاد صاحبو سميتو شفيق. هاد شفيق كان داخل خارج الحبس، عنده صوابع قضائيه ومجرم وحبات وما الى ذلك، وكان كيجي يجمع مع المول الحانوت كيجمع معاه. هي هذيك واحد النهار هما مريحين في الحانوت اللي حتى كيجي واحد الراجل، هذا الراجل كان كبير في العمر تقريبا راه معدي 70 عام، كدو 70 عام شي 76 عام بحال ما هكاك، راكب في واحد الطوموبيل اللي هي كانت فاخره، بين ان هذا الراجل هذا يعني السيد لاباس اللي ما يصور الحال، ومعاه واحد البنت. هاد البنت كانت باقا صغيره ما كبيراش، وبنت عاطيه العين وزوينه وشعرها زعر وما طويلش بزاف مزيان. هاد البنت ما نزلاتش، بقات في الطوموبيل، بينما الحاج او لهاد الراجل الكبير نزل من الطوموبيل وجا للحانوت. جا هو يسول مباشره على عصام، فين هو عصام؟ قال لي انا هو عصام الحاج كاين شي ما نقريو. قال لهم داك الحاج شوف اولي راه صيفطوني شي ناس قالوا لي بغيت تكري شي دار، هذاك عصام راه عنده شي ديور الليله ولا شي حاجه. قال لي اي يا سيدي، قال لي المهم انا جيت عندك لان هاد الحي هذا راه زوين ومكالمي وفيه الصداع المشاكل، هادشي اللي جيت عندك. قال لي مرحبا، قال لي بغيت شي دار نكريها نهار وليله، يعني هاد الليله هادي واليوم موالي، يعني النهار يعني ما نكملوش غادي نخرج بحالتي ونعطيك اللي بغيتي. قال لي غير الشرط اللي عندي تكون مامنه، ما يكون فيها حتى شي واحد لا جيران لا والو، وتكون مطرفه على الجيران باش حتى واحد ما يدي ما يجي، وحتى واحد ما يفرط لي راسي. قال لي الله يهدي موجود الحاج. قال لي بالمواصفات اللي بغيتي، قال لي اركب معاك في الطوموبيل نوصلك اولا ناخذ الموتور ديالي ونسبقك وتتبعني. قال لي من الاحسن خذ موتورك وانا غنتبعك في الطوموبيل. قال لي صافي. هادشي هذا كامل قدام انظار ديال هذاك صاحبو شفيق، شفيق غير يشوف. عصام كلف شفيق قال لي بقى في الحانوت حتى غادي نجي انا غادي نوصل الحاج للدار وغادي نمشي. قال لي صافي سير. المهم عصام ركب على واحد الموتور ديالو وديمارا ومشى قدام الحاج، الاخر تبعو، ركب في الطوموبيل وتبعو، دوز من هنا دوز من هنا حتى وصلوا للدار. الدار ما كانش بعيده بزاف الحانوت اصلا، عاد شي زناقي ولا شي حاجه. المهم وصلوا للدار، فعلا الدار كانت مكونه من ثلاثه ديال الطوابق، دار خاويه ما فيها لا جيران لا شي حاجه. الدار اصلا كما قلنا راها باقا جديده ونقيه وفرشه فيها كل شيء موجود، والحي كامل يعني ما عامرش بزاف، واحد ساكن ليه واحد ساكن ليه وشي ما كيدخل سوقش ما عليناش. هنا الحاج نزل، الطوموبيل بقات فيها البنت ما نزلاتش، الحاج نزل عطاه السويرتات عصام تفاهم معاه الثمن، اصلا ما تفاوش مع داكشي اللي قال لي عطاه لي. قال لي غير عندي واحد الطلب، قال لي الله يجزيك بخير. قال لي ما هو الحاج؟ الله يودي. قال لي بغيت واحد السخره من واحد الصيدليه، واحد الصيدليه ماشي هاد اللي كاينين، واحد الصيدليه كاين ليه كيعرف عصام بطبيعه الحال. الصيدليه فواحد الحي تقريبا جوج احياء عاد غتوصلوا. قال لي بغيت واحد يجيب لي شي سخره من تما. قال لي كاين واحد الدري صغير انا غادي نشوفو، راه كاين كيطلعو غير هنايا،
هدار تمايا عصام هو يعيط ليه. هاد الدرجة هذا كان تقريبا شوية والدي سامحين فيه، ما كيقراش كذا، عنده تقريبا واحد 12 عام بحال ما هكاك، كيتسخر لعباد الله، يقابل هذا يدير هنا بحال ما هكا، يدير الخدمة ديالو كيدور محل شي اللي كاين، يتسخر الشمكيرة بحال ما هكا. قال لي جا فلان، قال لي تسخر الحاج ولا غيدور معاك. الحاج شد داك الدري قال لي هاك هاد الورقة هادي اديها لمولات الصيدلية، او لهاديك الدري اللي خدامة في الصيدلية فلان فلانية، نعتو الصيدلية بالضبط. مادام نعت الصيدلية بالضبط الا موالين ديك الصيدلية او الناس اللي خدام فيها كيعرفوا الحاج مزيان. قال لي شوف غير قول ليها راه انا مسخر الحاج فلان فلاني، راه هي غتعطيك وعطاها الفلوس. صافي الدري شد الورقة شد الفلوس ومشى، مشى للصيدلية، دخل فعلا تلقى واحد البنت، لقى واحد البنت عطاها ديك الورقة وقال لها راه صيفطني الحاج وراه قال لك اعطيه هادشي اللي في الورقة وهاك الفلوس. البنت شدات الورقة قرات داكشي مكتوب، يعني اوردونس لربما، المهم جبدات ديك الدواء وعطاتو للولد، دات الفلوس في لاكيس، مشى للدري، مشى جاب داكشي جابو للحاج، دور مع الحاج مزيان ومشى هو وعصام ركبو على موطورو ومشاو رجعو الحانوت. بينما الحاج طلع مع البنت طلعو للدار مزيان. هنا نقول هذيك مولات صيدلية ولا هذيك الدرية اللي خدامة في صيدلية كتعرف الحاج، بما انها عطاتو الدواء في البلاصة وما تفاوضاتش معاه، عطا يعني راه كتعرف الحاج مزيان. قولي مادام كتعرف الحاج كتعرف سمرتو، كتعرف سمرتو جميلة وتعرف تا ولادو وتعرف العائلة كاملة لأنهم كليان ديالها. أشنو دارت ديك السيدة اللي في الصيدلية؟ هزات التليفون عيطات على مرات الحاج، عيطات ليها وقالت لها شوفي جميلة عفاك راه الحاج كيدير شي تصرفات بعمرات مش سلي. قالت ليها بحالاش؟ وقالت ليها هو لا باغي شي دواء ولا شي حاجة يجي ياخد هو أو يسخر ولادو أو تجي تيديه، ما يصيفط لي دري صغير الدواء راه ممنوع نعطيه القصر يعني القصيرين الدراري الصغار، مصيفط لي دري صغير في عمره تقريبا 11 عام ولا 12 عام، ما يمكنش. راه غير جا كنعرفو كليان ديالنا وكذا، أما واحد آخر راني ما نعطيهش الدواء حتى يكون هو، والدواء كيتصرف غير بأوردونس على الإشارة. يعني جميلة تفاجأت قالت ما يمكنش، علاه الحاج إلا بغا شي دواء غيسخر ولادو تاتي الله يهديك، علاه ولادو غيجيبو ليه هاداك الدواء؟ ما يمكنش، ولادو دراري كبار وبالحياة وكذا غيمشيو يجيبو ليه داك الدواء، وانا تاني ما نجيبوش، الا بغى شي حاجه راه هو كيجيبها، وزيد هو الحاج اصلا ما كاينش هنا. قالت لي بلاش بلاش انا جاي عندك. هنا جميله ملي سمعت الهضره عرفات القضيه فيها ان وان الحاج يعني وراه معروف الدواء ديالاش، ما كاينلاش نوضحو اكثر مادام قلت بحال ما هكا يعني معروف الدواء ديالاش. جات عند جميله، جات عندها قالت لها كيفاش القضيه؟ قالت لها راه دابا صيفط لي واحد الدري صغير عطاه الفلوس، وقالت لها قالت ليه راه عطيتو الدواء ومشى. شكون هو الدري الصغير؟ الله اعلم سيدي، الدري الصغير ما عمرني شفتو ولكن غيكون هنايا. المهم قالت ليه جيجي معايا، جيجي خاصنا نقلبو عليه، فين هو هاد الحاجة هذا؟ خرجو كيقلبو، خرجو كيقلبو، وعلى ما كيقلبو؟ كيقلبو غير على هاديك الدري الصغير، لأن علاش هما خرجو كيقلبو غير تم كيما قلنا؟ لأن الحي فين كرا هاديك الليلة هاديك الدار الحاج ما بعيش بزاف على الحي كيسكن هو اصلا، ما بعيش بزاف بيناتهم غير شي جوج شوارع او ثلاثه بحال ما هكا. المهم جميله خرجات مع داك الدري اللي خدام في الصيدليه، لان اصلا جا الوقت ديال السداني الصيدليه، خرجوا الجولات كيقلبوا يقلبوا يسولوا هنا 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 هنا. نقول هي كتسول مولي الحوان، تسول كذا واحد الدري كيف عامل كيف داير كذا كذا، هو هذيك مولات الصيدليه ولا الدري اللي خدام في الصيدليه ديجا كتشوف داك الدري الصغير وكتعرفو كيتلاوط وبحال قلتي مهمل وكذا كذا. افلان كيكون هنا كيكون هنا كيتسخر للدراري، هذاك شفيق ساق الخبر بان واحد جوج عيالات من هما ديك اللي كيخدم في الصيدليه كيقلبوا على الدري الصغير، شدوا درقوا لانه كما قلنا صاحب عصام مول الحانوت شدوا خباه. قال العصام قال لي شوف هاد الناس هادو كيقلبوا على الدري الصغير، يعني القضيه تفرشات، والحاج اللي كان عاقلين فعني هذيك راه مراته لان جايه مع مولات الصيدليه، والدري راه سخروا الحاج الصيدليه هادي ما كيحتاجش اننا نخمو فيها بزاف. قال لي اه بصح درقو الدري الصغير خبوه. هنا ديك المرا سولات بحثات كذا عاوم يقلبو، هما ما شافوش الطوموبيل، الطوموبيل راه كانت واحد كيما قلنا الحاج يعني معلم عزل هذيك الدار مدرقه
ضرها وظهروا غير شويه كانوا غيلقاو الطوموبيل، ولكن قلبوا قلبوا قلبوا، سولوا الحوان سولوا هنا سولوا هنا، والو الدري غبر للاخر والو. المهم رجعوا في حالتهم كان شيئا لم يكن. هذاك عصام بحال ما حملش راسو، قال دابا الحاجه تيدير ليا شي كارثه، تيدير ليا شي مصيبه، ها هي مراتو جايه كتقلب غتحيح عليه تما، كون لقاتو جاب الله ما شافش الدري، جاب الله الا هي اللي ديك السيده اللي معاها ما شافوش الدري. اليوم موالي، اليوم موالي ناض ديك عصام بما انه مراتو قلبات ليه البارح، مشى باش يعلم ويقول له دير شوف صافي غير خرج من الدار، السيده ديالك راه كتقلب عليك، هي وهاديك مرات الصيدلية اللي سخرتي للدري عندها، تستغلي ليا غير الشهوة وانا كنبعد من الشهوة، نبعد من المشاكل، نبعد من اي حاجة خايبة. مشى للدار، مشى للدار فعلا الطوموبيل باقا واقفة قدام الباب، و طلع للدار عندو الساروت، حل الباب وطلع كيدق في لابارتومون، كيدق 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 والو، تا واحد ما جاوب، تقول واحد واش جاوب واش عندو، لانه كان طلع في الدروج ما شاعش الضو، اللي صافي راه مولف هو الدار كيطلع فيها، هو شحال الضو شحال الضو، اكتشف 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 بحال اللي قلتي شي اثر تاع الدم نازل من لابارتمون اللي كان فيها الحاج او اللي فيها الحاج، قطرات تاع الدم الدروج اللي تاع الباب. قال ما يمكنش شي هذا غريب، رجع كيدق 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 كيدق، ويمشي يجري في مشى مشى، جا واحد اللي جات دار ورجع عاوتاني للدار باش ما يخلي لا بصمات لي والو، لانه كاينه شبهه جنائيه هنا. هو يطلع هو يفتح الساروت هاد المره لانه عنده دوبل الساروت، ما يفتح الباب ويكتشف المفاجاه الخطيره، امارات شي جريمه واقعه، الدم كاين تما، بقى يتابع الدم اللي حتى وصل لبيت النعاس. بيت النعاس شنو كيلقى فيه؟ كيلقى فيه الحاج مقتول ممدد على الناموسيه، هو مقتول غارق وسط الدم ديالو، تخلع شد براسو هو يرجع يجري، خلى داكشي كيما هو، هو يمشي عند البوليس يعلم، عاود ليهم صراحة عاود ليهم شنو كاين، قال لهم دير انا مول الحانوت خليو لي الناس اللي في الخارج الديور، و صراحة طمع ولي ليا كريت واحد الدويرة كيما مالف ديما، جيت لقيت الكارثة. جاو معه البوليس، طلعوا شافوا الجثة، علموا النيابة العامة، جات فرقة الشرطة القضائية، جات فرقة مسرح الجريمة، وبداو المعاينات الأولية ديالهم. كيدخلوا للدار كيلاحظوا كما لاحظ داك عيسى عمو الحانوت، كيلاحظوا أمارات الدم قطاريت الدم بادين من الدخلة تاع الباب طالعين في الدروج اللي حتى لابارتوم. هنا كيدخلوا كيكتشفوا الجثة كيما كتشف عمو الحانوت، يعني ملقاة على الناموسية ديال الحاج، هو مجرد من الثياب ديالو. هنايا كيلقاو في مسرح الجريمة غير الجثة ديال هويا، أما البنت اللي معاه فينا هي الله أعلم، قلبوا هنا 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 البيوتا الحمام كلشي، ما كايناش البنت، ما عندهاش الأثر. هنا مول الحانوت كيقول لي مودي راه كانت معايا واحد البنت، هاد البنت كتعرفها شفتيها كذا، ما عمرني شفتها وما كنعرفها ما حتى شي حاجة، وأنا أصلا الحاجة هذا ما كنعرفوش، غير شفتو شي مرة ولا جوج واقيلا كيسكن ليا وصافي، هادشي اللي كاين. مسرح الجريمة كيف كان عامل؟ من غير بيت الناس، كان في الصالون واحد بحال اللي قلتي كوتشي، واحد طابلة تاع الزاج، وفوق منها قلتي بحال اللي قلتي مشروبات كحولية، مشروبات كحولية، لأنه داك الحاج كان جاي معاه العدة ديالو، يعني هادوك مشروبات كحولية وما إلى ذلك. المهم حاط ليك قرعة وجوج كيسان، وكاين واحد الطبسيل، الطبسيل هذا بحال اللي كانت شي ديك كيما نقول لكم هاديك القلية، وجوج كيسان، جوج كيسان، كاس بين انه واحد ديال الحاج وكاس غيكون ديال هذيك البنت اللي معايا الحساب ما قال مول الحانوت. هنا حاولوا يرفعوا البصمات، البصمات للاسف الشديد والو تقريبا ما تلقاوش بزاف، البصمات الوحيدين اللي باينين وواضحين فين كانوا، كانوا في واحد الكاس من الكيسان، وغالبا غيكون ديال البنت. علاش ديال البنت؟ لان في المهم البلاصة اللي كتشرب منها كاين أمارات تاع داك أحمر الشفاه، والكارو حتى هوايا كانت طفاية فيها أعقاب السجائر، وحدين منهم فيهم لاطراس تاع أحمر الشفاه، وهداك الكاس كما قلنا كان واحد التبصيل بحال اللي قلتي ديال القلية ولا شي حاجة، وديك القلية راكم عارفين كطلق الزيت، هاديك الزيت اللي في القلية هو اللي خلى البصمات تاع البنت أولا تاع الراجل الله أعلم، دابا باقي ما عرفناش دوك البصمات ديال من،
يبقاو واضحين في الكاس، واضحين في الكاس يعني باينين. المهم خداو هاد البصمات، خداو البصمات، خداو اي حاجه تمايا، كيلقاوه بين الناس واحد شعيرات زغبات شعرات تو مرا باينين، تو مرا زعرين وتقريبا مطوارينش بزاف، باينه ان هاد البنت هادي كانت مقطعه شعرها او ربما. وتقريبا مول الحانوت قال بان البنت كانت زعرة وشعرها ماشي طويل. صافي عموما هادشي اللي لقاو، ما لقاو حتى شي حاجه اخرى، يعني لقاو غير دوك الشعيرات تاع واحد البنت، باين هذيك البنت اللي كانت معاه، لقاو البصمات في الكيسان، شي حاجه اخرى ما لقاوهاش. هذه الجريمه ما كايناش، شكون قتلو الله اعلم. دابا كاينين بزاف ديال الفرضيات، واش هاد البنت اللي كانت معاه اللي قتلات وهربات، واش هاد البنت اللي كانت معاه جا شي واحد من برا كيعرفها وانتقم منها قتلها هي وقتلو هو وهي هزة غدير منها في جهة اخرى، او خطفوها وقتلو هو. بزاف تاع السيناريوهات داروها البوليس. المهم هزو السيد وداو المستودع البلدي الاموات وصيفطو هادوك البصمات اللي لقات تمايا الخبرة، بصمات غادي تعطلو شيئا ما. وش هادوك الشعيرات تا هما يهزوهم ليقارنوهم مع شي شعيرات يعني اخريات في اطار البحث والتحريات. هنا قالوا شوف مول الحانوت انت دابا متابع من اجل كلاء هاد المحل هذا بدون وجه حق، يعني دابا التكريتي هو ماشي ديالك. طيب الحال علموا الناس مولين الدار اصلا في الخارج ما على بالهم حتى شي حاجه، قالوا سيدي حنا هذاك الراجل كنثقوا فيه كنخليو ليه السكوتات، الا دار شي حاجه يتحمل مسؤوليته. هنا داك مول الحانوت تحمل مسؤوليته واعتقلوه البوليس، واعتقلوا كذلك حتى داك صاحبه شفيق، لانه عاود ليهم الحاج ملي جا طوموبيل كانت مع واحد البنت كان معايا شفيق، وشفيق خارج داخل الحبس. يعني البوليس قالوا ما بعيش بزاف هاد شفيق، طمع في هذا الراجل، قال هذا راجل كبير لاباس عليه اكيد عنده فلوس، ندخل نهجم عليهم تمايا، المهم الا قاو من الحاجه نصفي عليه، لان هذا عنده الحبس بحال برا، هذا مجرم هذا يديرها. شدوا هاد شفيق وشدوا هاد عصام وجابوا حتى هذاك الدري اللي تسخر للصيدليه، حتى هو جابوه قاصر، هو قاصر كيطير هذاك الدري، ولكن خاصنا نجيبو هو اللي امره اللي هو الاب ديالو. هنا هذا جانب، جانب الاخر غادي نعلمو العائله تاع هذا الراجل. هذا الراجل شكون هو؟ عرفوه من خلال الاوراق اللي كاينين في الطوموبيل. هاد الحاج الاسم ديالو الفضل او معروف لاباس عليه، ما يصور الحال بزاف، عنده محلات تجاريه، عنده الاراضي فلاحيه لانه كاين حادث الاصل ديالو من واحد الباديه ولا واحد الدوار ولا واحد الفيلاج، عنده مهم بزاف لاباس عليه ديال بصح عنده الديور. هو اصلا هاد الراجل اللي عنده الديور لقاو عنده الديور كيكريهم، ولكن هو علاش جا لهاد الدار هادي وكرا عند البراني؟ في امكانه انه يمشي غير لوحده من الديور ديالو، ولكن ربما ما باغيش يشوها لانه ركز على مول الحانوت قال لي شوف انا ما باغي حتى شي واحد يعرفني، لا فين مشيت لا فين جيت شي حاجه، هادشي اللي جيت عندك باغي شي دار مطرفه وحتى شي واحد ما يوصل ليها. مشاو عند مراته جميله، هاد مراته جميله جابوها هي وولادها، عندها جوج ولادها او ولادو حتى هو هي الضحيه. المهم تقريبا ولادو راه في الثلاثينات من العمر ديالهم، جاو ولادو تفاجئوا في صراحة، تفاجئوا ملي سمعوا ان باهم تلقى مقتول في هاد الدار، ولا ربما كانت معاه شي وحدة او مقتول بواحد الطريقة بشعة. مراتو عاودت ليهم اشنو وقع البارح، يعني قبل لما يتقتل او الليلة اللي غيتقتل فيها، عاودت ليهم اشنو كاين. قالت لي ما ودي راه انا عيطات لهاديك مولات الصيدلية وقالت لي بان راجلك راه كيدير شي تصرفات مشت ليه، كيصيفط لي الدراري الصغار يجيبو الدواء، والدواء كتعطى غير بلوردونونس، انا راه غير كنعرفو نتوما كليان ديالي وكذا. تفاجأت قلت ما يمكنش، جيت معاها قلبنا ما لقيناهش، كنقلبو على ديك الدري اللي غادي يوصلنا للدار اللي كاري فيها، لانها عرفات مراتو انه جايب شي وحده وغادي يقصر هو وياها، لهذا قلبو حتى هي. وكانوا كشدو هذيك الليله كانت دير لي الشوهه ديال بصح هو وهذيك اللي معاه، ولكن للاسف الشديد ما شداتوش مزيان. هنا جابوا الدري الصغير، الدري الصغير قال لي مودي انا كنتسخر لاي واحد تما في الحي وانا معروف ليا الشيء هذا. صافي الحاج سخرني دور معايا قال لي سير جيب لي اللعيبه هادي، جبت لي هادشي اللي كاين. هذاك مول الحانوت قال لي انا كما قلت لكم ما تعرفش ليكم، هي الخدمه ديالي
كان كيري الديور في خزنة على مواليهم. السيد كيما باقي الناس جا عندي، عطيتو سويرتات تخلص من عنده، كان غادي يكري غير ديك الليلة، واليوم موالي لا أقل ولا أكثر، لحتى وقعت الكارثة. وهادشي هذا من اللي قال لك انا غادي نكري وما الى ذلك، واش شفيق هذا صاحب كان هذيك الساعه؟ قال لي اه كان. مزيان، جابو شفيق. قال لي قول لنا ما تكونش تزعماني طمعتي في السيد وجيتي هجمتي عليه بالليل وكذا وكذا. قال لي ابدا، ولا كنت ولا شي حاجه راه البصمات غادي يبانو. ما يمكنش. قالوا لي انت راك معلم مدوز حبس، راه غدير اللي قالت لي شي حاجه. قال لي ما الشيف انا ما نقدرش نقتلو، علاش نقتلو؟ ما عنديش الدافع، كاع اللي بغيت نسرق خاصني نسرقو مثلا، ولكن باش نقتلو؟ اها والبنت فين درتها؟ خطفت حتى هي؟ راه ما يمكنش. مهم، على اي حال هضره راسو منطقيه لحد ما، لانه ما عندوش الدافع انه يصفي لي. علاش يصفي لي؟ علاش ما يمكنش؟ هما بزاف تاع الناس كانوا كيجيو كيكريو عند عصام، علاش ما عمره هجم على شي واحد غير هذا بالضبط؟ المهم تا هو يحقو معاه، في كنتي في مشيتي فين جيتي، لقاو بان مواعيده مضبوطه وما عليه تا شي حاجه، بحالو بحال هذاك عصام مول الحانوت. الدر الصغير قال لهم انا تاخرت ليه دور معايا صافي. واحد اللحظه بقيت كندور تمايا، جا عندي شفيق قال لي تخبى على مرات الحاجه كتقلب عليك، الا شافتك تقول لك وريني الدار اللي بالك فيها. صافي بقيت مخبي عندهم في الحانوت حتى مشات بحال حتى هي وديك المراه، وخرجت مشيت لظهرنا. هادشي اللي كاين مزيان. رجعوا عند مولات الصيدليه، قالوا لي تبع الدواء درتي واحد الخطا. علاش تبيع الدواء كيتوصف غير باوردونونس لواحد دري قاصر واخا صيفطو الحاج؟ حنا باش عرفناه الحاج وصيفطو؟ ما يمكنش. قالت لي غير سمحوا لي وصافي، وده خطا درتو وماشي مقصود، هو غير كان عارفو الحاج كليان ديالي، هادشي علاش عطيتو هذاك الدواء. مزيان. هنا رجعوا لمسرح الجريمه، هذاك الدواء راه باقي كيما هو، ما تقاش ما تقاش يعني الحاج ما شربوش، باقي ما شربوش، ما تسناش الفرصه انه يشربو. شوف علم الله واش تقتل قبل ما يشربو، الله اعلم. رجع للطبيب الشرعي، الطبيب الشرعي كيقول بان الحاج كان شارب فواحد الحال ديال التماله، ولكن قال لهم راه كان متناول واحد المسكن، ماشي مسكن، هو منوم، يعني هذا اللي قتلو نومو عاد صفاه ليه، يعني ملي تقتل راه كان دايخ ما عقلش على راسو. يعني هذيك البنت ربما نومات ودات لي واحد المنوم في الشراب شربو قبل ما يتناول هذاك الدواء اللي هو جايبو اصلا، يعني الدواء ما نقيوش باقي كيما هو. مزيان يعني معايش تقتل، يعني الزمن التقريبي ديال الوفاة ديالو كان هذيك في تالي الليل تقريبا ما بين الوحدة الجوج، هذا هو الزمن التقريبي ديال الوفاة ديالو. مزيان يعني. هنا خاصنا نعرفو السير الذاتي تاع الحاج هذا، شكون الاعداء ديالو، شكون صحابو والمعارف ديالو، في كيمشي في كيجي، واش كان مجوج قبل المراه، ولادو علاقتهم معاه كي دايره، والبحث بطبيعة الحال باقي جاري على هذوك الشعيرات ديال المن وعلى البصمات. هاد الحاجة سيادة الكرام، الحاج كان راجل لاباس اللي كيما قلنا كاين حاضر واحد الفيلاج، باقيين عندو الاراضي تمايا، وعندو واحد الفيرما. الفيرما دابا حاليا مكلف بها واحد السيد هو حساس فيها، وفي نفس الوقت مراعيها مقابلها، يعني كيشوف امورها وما الى ذلك. الحاج مره كيهز ولادو ومرسو كيمشي، وبعد مره كيمشي غير راسو تمايا. وعنده واحد الديور تما في هذاك الفيلاج، وعنده اراضي شاسعه في هذاك الفيلاج، اللي كيكريك اللي كيراهنوه اللي كيعطيه بالنص، كل واحد كيفاش داير معاه. وعنده هنايا في المدينه بزاف تاع الديور كيريهم، وعندو هذيك الدار ساكن فيها كانت فاخرة، وعندو طوموبيلات وما جازات تلبيع عشرة، يعني السيد لاباس لي. هذوك ولادو جوج ولاد جميلة من هاد المرا هادي، كانوا مقبلين لي هادشي هذا كامل تقريبا. هو كان غير بحال قلت لي مشرف عام وصافي، عنده الفلوس وصافي، ما ولادو هما لي مقابلين للخدمة المجازات والكرا وما الى ذلك. هو غالب الاهتمام ديالو غير في الفلاحة، هذيك الفيرما تما فين كيمشي بزاف، ولادو مكيمشيوش عاوتاني تما بزاف. هادشي اللي بغيت نقول. المرا ديالو كتقول بانه فعلا نيت هو فيه الفعيل، وخا راجل كبير عارفه انه كيخونها بزاف، مرارا وتكرارا حصلات عليه الخيانه، ومرارا وتكرارا كتمشي كتشدو الجرم المشهود، ولكن مكدير معاه حتى حاجه. طبيعي الحال راجلها وبابا ولادها ما غاديش تعلم به البوليس، لهذا غير كتوبخو كتأنبو كذا، ولا مبقاش غادي ترجع لهاد الشي هذا، ولكن عيات معاه والو. لهذا
هي ملي عيطات لها مولات الصيدليه عرفات كاينه شي حاجه ومشات تقلب عليه عاوتاني فين يكون. مشاو دابا عند ولادو، هادوك ولادو كانوا واحد الناس اللي هما باقا لهم وكيعرفوا شنو كيديروا فين كيمشيو فين كيجيو، وبجوج بيهم مزوجين وقابلين الخدمه ديالهم على احسن ما يرام، وماشي بحال بوهم بصراحه. هما كانوا قاطين الطريق وكيخونوا لعيالاتهم، ما كيشربوا ما تي شي حاجه. شو سبحان الله العظيم، الاب شكل والدراري شكل ما ليناش. هنا الدراري يعني يستنطقوهم، هضروا معاهم في مشيتو فين جيتو في الكتو كذا كذا. المهم في خلاصه شديده بلا ما نطولوا هنايا، الدراري ما عليهم حتى شي حاجه وعندهم حجج ديال القيادة ديالهم قويه لحظه وقوع الجريمه. مزيان، نرجعوا للبصمات. البصمات سيدي ملي خرجوا، البصمات بطبيعه الحال ديال الضحيه كانوا تمايا، وهذوك البصمات اللي كانوا على الكاس هادوك غالبا غيكونوا ديال البنت اللي كانت معاه، غالبا ديال البنت اللي كانت معاه. ولكن ما تقراوش، يا اما مول هاد البصمات ما دايرش لاكارت، او لا هما ما تقراوش مزيان، يعني كاين شي خطا. ولكن غالبا غيكونوا ديال شي واحد ما دايرش لاكارت، يعني ما عندوش اصلا بطاقه وطنيه. مزيان، بقى البحث جاري على مول هاد البصمات شكون، وعلى هذوك الشعيرات ديول من صافي. هنايا فين غادي يمشيو عاوتاني؟ كما قلنا هاد الراجل هذا راه كان عنده واحد الفيرما، هالفيرما كاينه في الفيلاج، وكان عطاها لواحد العساس. مزيان، هنا البوليس انتقلوا رفقه الدرك الملكي ديال هذيك المنطقه، مشاو لهذيك الفيرما. فعلا نيت كيلقاو هاد العساس، العساس راجل كبير تقريبا، ما قاد يدير حتى شي حاجه، مريح مسكين في هذيك الفيرما ديالو، ومريح غير بوحدو، عاب بوحدو. عنده مراتو وولادو اللي مساكنينش معاه تما، بعادين بزاف تما في واحد الدوار اخر. سولوه هضروا معاه، قال لهم الله يهدي الحاج، راجل مزيان وكيتهلا فيا وكيجي مره مره هنايا وكيعمر عليا وكيسولني. المهم راجل مزيان وكلشي كيشكرو في هاد القبيله هادي. هنا كيشوف واحد السيده، السيده كدور تما، هما يسولوه قالوا لي هاد السيده شكون هي؟ قال لي ما هادي سعيده، هادي راه هي بحال اللي قلتي الخدامه ديال الفيرما، يعني مخدمه الحاج، راه هي وراجلها. راجلها كيعطف لي تا هو، راجلها مسكين مريح بلا خدمه، كيمشي يخدم وكذا، كيقدش على سماره، راه كيجي مره هنايا يدور في الفيرما، يدور يلقط غير شي حاجه، يعني بحال ينظف الدنيا وكذا، بحال خدام وصافي وكيدبر عليه الحاج. هادشي اللي كاين، بينما هي راه هي مولات الميناج والتخمال والتصبان والطياب. الا كان الحاج هنايا مثلا كيهتم بيه واحد الاهتمام اللي هو كبير بزاف، ان البوليس بحال شكوا فيه. علاش؟ لانه الحاج دابا حنا ما لقيناه. واشنو كان جايب؟ كان جايب واحد البنت وكان شارب وما عرفتش شنو. ايوا هادي ما غاديش، ما عليناش. هنا مشاو سولوها قالوا ليها انت شنو علاقتك بالحاج؟ قالت لي الحاج الله يعمرها دار، وانت نريف ويتعان معايا انا وكيهتم بزوجي وكذا 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 وكذا. مزيان، هنا قال لها شوف حنا ما هضرناش العلاقه ديالك يعني بيه كباترون ديالك وما الى ذلك، حنا واش عمر تحرش بيك؟ واش بيناتكم شي علاقه كذا كذا؟ هنا حضرات راسها وقالت لهم بصراحه، وفي صراحه الحاج كايدور بيا وكيتحرش بيا، ولكن انا ما عطيتوش الوجه، انا مرا مزوجه عندي داري وكذا، ما ندير حتى شي حاجه من داكشي اللي باغي الحاج. يعني الحاج كان كيدور بها، لا ربما يعني التاويلات اللي اولو البوليس، لا ربما هاد ختنا هادي دار بها الحاج تحرش بها، لا ربما شنو دار، مشى قالت الراجلة، راجلة سمع عليه مشى صفى عليه، خاصة نشوف واد راجلك، راجلة عبد السلام. مشاو عندو للدار، قالت لي ودي راه مريح غير في الدار، ما كيخدم ولا مريح في الدار، ما عندوش فين يمشي. مشاو يعني مادام مريح في الدار لقاو في الدار، مشاو ما لقاوش، هرب. وفين هو الراجل؟ ما لقاوش، زاد خلفه، بقاو كيقلبوا عليه قلبوا ما لقاوش. تأكدوا بأنه راه وامل فعلا، لربما خاصة أنهم سولوا شي ناس قالوا لي مودي راه عبد السلام راه بالينا داز من الغابة هنا بحال العرب زاد. فين عبد السلام؟ بقاو كيقلبوا عليه. المهم البوليس رجعوا وجابوا معاهم واحد العينة من الشعر ديال هاد السيدة هاد سعيدة، لأنهم خاصهم يديروا لها خبرة يعني لا دي ان، باش يعرفوا واش اللي كانت معاه تمايا أو لا. لا مزيان، بقى البحث جاري على داك عبد السلام رجل سعيدة، وجاو في حالتهم البوليس. هنا غادي ننتقلوا واحد لابيست أخرى، أما هي
غينتقلوا لابيس تاع العائله تاع الحاج، خاصه وان جميله مرات الحاج الله يرحمه شنو قالت لهم؟ قالت لهم هذا الحاج هذا راه عنده واحد الولد، راه هو الكبير، راه كبر من ولادي انا، وراه كان مزوج قبل مني انايا، يعني هو الحاج تزوج بها هي زوجة الثانيه، يعني كان مزوج. قالوا ليها مزيان فين هي هاد المراه وفين هو ولده؟ قالت لهم ولده راه خدام معاه ولكن ما عايش معاه هنايا، عايش مع امو، عايش مع امو المطلقه، باقا مطلقه امو ما تزوجش ما والو، ولكن هو عايش معاها، ولكن راه خدام مع الحاج. الحاج كان مأمنه على واحد الخدمه ديالو بحال ولادو من جميله، عاطيهم واحد البارتي ديال الخدمه بحال شي مكازات تبيع شراء وما الى ذلك، هو عاطيه بوحدو محل تجاري بوحدو يعني مكلف بيهم. مزيان مشاو جابوا هاد محمد هذا، السلام عليكم السلام، لله ما اعطاه ولله ما اخذ، البركه في راسي، قلت لي مشى معكم بس. المهم عاود لينا على علاقتك بالحاج الله يرحمه. قلت لي واش نقول لكم؟ انا الحساب ما قالت لي الوالده بانه راه هو تزوج بها هي كزوجة الاولى، كاين مورا الولاده ديالي انا بشي اعوام قليله طلقوا ما بقوش كملوا بعضياتهم صافي، ولكن بقات العلاقه ديالي معاه مزيانه لانه كان كيتهلا فيا، قراني، يلبسني، كيجي مره مره يشوفني، كنجي عندو انا ندوز معاه وقيد زوين، كان يساوي تزوج وولد وليداتو كنلعب معاهم، يعني علاقتي معاه مزيانه، يعني ما كبرش على الحقد وعلى الكراهيه ضدو لانه طلق امي وتزوج وحده اخرى، لا لا ابدا، كان كيتهلا فينا، واخا امي مطلقه كان كيعاونها بديك البركه، اللي حتى كبرت ووليت خدام معاه، شاد معاه شي محلات تجاريه اللي مكلف بيهم، فعلا نيت هاد محمد يعني ولدو الكبير سميتو محمد، هاد محمد كان راجل بعقله، كما قلنا ولادو ماشي بحال بتاتا، كان واحد الانسان رزين وثقيل وكيعرف شنو كيدير ومقبل دوك المحلات التجاريه، وانسان لا عمر هضر الصراحه، تا هو يحقو معاه مشيتي فين جيتي لحظة وقوع الجريمه، عرفوا بانه ما عندهاش علاقه بالجريمه، مشاو سولو امو يعني الام ديالو، قالت لي نفس الهضره تاع ولدها تقريبا، يعني الحاج ملي طلقت انا وياه مرة واحد المشاكل وقعوا بيناتنا صافي طلقنا، انا بقيت شاده ولدي وهو مشى بن حياته عاوتاني من جديد، ولكن مع ذلك ما سمحش ولو مره مره كيجي يشوفو كيمشي كيدي عندو لدارو جديده كيتهلا فيه قراه، وملي كبر راه خدام معاه تقريبا راه هو دراو عليه هادشي اللي كاين، حتى المره هي ما عندهاش علاقه بالجريمه. يعني مهم اللي بغيت نقول لكم في هاد لابيس تاع العائله ديالو، ما كاين حتى شي حاجه كدعو الشك او الريبه، واصلا ما عندهم حتى شي دافع باش يصفيو عليه، علاش محمد علاش يصفي عليه؟ راه معترف به مثلا، عنده كلشي دافعو اللي في يدو مثلا، ولادو الاخرين كذلك مثال، علاش ما كاينش شي دافع قوي؟ هي هذيك دابا فين غادي يمشيو؟ غادي يمشيو عند اصحابو، قالوا هاد خونا هذا يعني الحاج الله يرحمه خاصنا نشوفو اصحابو، اما البنت كما قلنا باقي جاري على ديك البنت اللي كانت معاه في الطوموبيل اللي شافها مول حانوت وشافق، ولكن ما كيعرفوهاش ما عمرهم شافوها، بقى البحث جاري عليها ولكن ما عليناش. غادي يمشيو يشوفو صحابو، صحابو كانوا تقريبا واحد ربعة حتى خمسة الناس، كانوا تقريبا قدو في العمر، كانوا مشاو يسولهم، كان كريح معاهم مرة مرة في القهوة، يجمع معاهم، يتمشاو مع بعضياتهم مرة مرة، يتسامرو مع بعضياتهم، سولوهم عرفو من خلالهم أن الحاج الله يهديه الله يرحمو راه كان شوية مشيت ليه، كان عزيز عليه الملهيات وشرب وكدا، وهما تبراو فيه على حساب ما كيقولو هما. حنا كنا كنتبراو فيه حيت صحابو، حنا كنا كنتبراو فيه باش يبعد من هادشي هذا، السيد كبير وكذا ولادو كبارين ما خاصوش يدير هاد الفعيل هادو الصبيانيه، ولكن هو راسو قاطع. المهم هاد الناس هادو ما كانوش بحالو، كانوش من العينه ديالو، غير كانوا كيعرفوه وكيجمعو معاه، قالو لي البوليس غتقولو لينا فين كان كيمشي الحاج، الاماكن اللي كان كيتردد عليها. هنا كاملين قالوا حاجه وحده، كان كيتردد على واحد الملهى الليلي كاين في البلاصه فلان فلان، يعني كان عزيز لي انه يمشي تمايا. مزيان مشاو لهاد الملهى الليلي، سولو هادوك الناس المكلفين به، سولو كلشي، كيعرفوا الحاج الله يهديك راجل كبير، انسان سخي وكريم معنا وكذا وكيدور معاهم، هادشي علاش هما باقين عاقلين عليه. مزيان هادي مشاو لهاد كيما قلنا البار هذا او الملهى الليلي، قالوا لي مودي راه الحاج كان كريح مع واحد ثلاثه ديال البنات، كيخطاوش اذا كانت هادي تكون هادي، ولا ما كانتش هادي تكون هادي، وبعض المرات يكونوا بثلاثه، هاد الثلاثي المريح هما اللي كانوا كريحهم الحاج.
مزيان جابوهم كاملين ثلاثة البنات. المهم جابوهم، هنا أول ملاحظة يلاحظوا أنهم كاملين يعني زوار، واش غير سابغين شعرهم، واش هما شاحبين بالصحنيت، الله أعلم. ما عليناش، هنا خداو لي معينة من الشعيرات ديالهم وصيفطوهم الخبرة، بحال الشعيرة اللي خداو سعيدة مرات عبد السلام، صيفطوهم الخبرة. هنا يسولوهم واش نتوما كتعرفو بحال شنو فلان، يلا يا ودي كنعرفو كذا، اعترفو بانهم كيمشيو معاه مرة مرة. المهم ديك الحضرة راه معروفة، سولوهم على لحظة وقوع الجريمة. صراحة حتى البنات كاملين جابو حجج غير قوية، كل وحدة فين كانت، كاين اللي كانت في البار تمايا، كاين اللي كانت المهم دايعة شقنت، المهم جابوا حجج غياب قوية بزاف. يعني ماشي هما مبدئيا، راه ماشي هما اللي كانوا مع الحاج، وما عندهم حتى شي علاقة بالجريمة تاع القتل. هي هذيك هاد الخبرة هادي غتخرج ديال لا دي ان تاع ديك الشعيرات، واش هي نفسها الشعيرة اللي لقينا في مسرح الجريمة تاع ديك البنت، طلعوا سلبيين، يعني ماشي هو، يعني راه ماشي هما، لا هذيك سعيدة، لا هذوك ثلاثة البنات، لا حتى هذيك جميلة براسها ماشي هي مراتو، يعني حتى هي صيفطوا هاد الخبرة باش يتأكدوا، قطعوا الشك باليقين. اجي انت بعدا، واش درتي جيم، درتي كومونتير، بارطاجيتي القناة، ايوا تعاون معنا في انجاح القناة هادي. المهم جدرمية كانوا توصلوا لعبد السلام، عبد السلام اللي قلنا راجل سعيدة هرب ملي شافهم جايين، هرب دخل جيت الغابة، توصلوا ليه وشدوه وجابوه. قالوا لي على سلامتك سي عبد السلام، انت تكون مولفعلة، عرفتي الحاج كيتحرش بالزوجة ديالك، لا ربما ضاعت لك في الخوا، قلتي نصفي عليه. قال لي ابدا الهضرة دي ما كيناش، الحاج راجل مزيان كيدور معايا يتهلا فيا، ما كنخدم ما والو، كيعطيني الفلوس، الله يهدي. واصلا الحساب الحالي ديال هذا عبد السلام هذا واحد الانسان اللي هو مهلوك في صحته، ما قعدش يدير الجريمة هذه، يعني على حساب تخمينات انه ما يقدرش يديرها وصافي، ومهلوك كيكمي بزاف، كيكمي كيف كيعطي السبسي قتلة. ما عليناش، هنا قال لي ولكن علاش هربتي، علاش هربتي ملي شتينا جايين، علاش هربتي؟ قال لي انا عندي واحد روشيرش، يعني هو كان متابع على ود شي حاجه ديال كيف كتعلق بالكيف، بالشجر ديال الكيف، كيقلبوا لي الجدارميه، وانا ملي شفتكم جايين اتجاه الدار صافي هربت، هادشي اللي كاين. انا هربت من داك البحث اللي عليا، فعلا ني تلقاو عليه بحث انه راه مبحوث عليه في شي مشاجره بالكيف قديمه كيقلبوا عليه فيها، شتو هما ديال شي 4 شهور 5 شهور بحال ما هكاك، يعني حتى هو عنده حجه غياب قويه على شرب على ود التهمه هذه، وتا هو ما عليه حتى شي دليل بانه كان تما لحظه وقوع الجريمه، وبالتالي حتى هو خرج شبهات ولكن بقى معتقل على هذيك التهمه اللي كان مبحوث عليها على ودها. صافي هنايا غادي ندوزو لواحد المنحى اخر تاع التحقيقات، لانه كما قلنا هادو كاملين طالعوا غير مشابه فيهم. هنا فين غادي نمشيو؟ غادي نمشيو لواحد جوج بنات، دابا تبعو معايا مزيان. جوج بنات، وحده سميتها احلام ووحده سميتها حليمه، وبجوج بيهم عندهم 30 عام في العمر ديالهم، 30 عام 30 عام. هذيك حليمه عندها امها مره كبيره مريحه في الدار، هاد حليمه هي وامها عايشين، هي وامها عايشين، ما كاين حتى شي واحد اخر. حليمه شنو هي المهنه ديالها؟ حليمه يعني كتخرج غير، مهم راكم عارفين العالم اللي الله يهدي الجميع، الدور هنا الدور هنا، حنا هنا هنا، هذه الخدمه ديالها فقط صافي. هم كانت مصاحبه مع واحد الدريه سميتها احلام، كما قلنا قدها في العمر 30 عام بحال ما كاين، قدها في العمر وتقريبا بحال اصلا كيتشافوا. ما عليناش، هنا هاد احلام هذه كيفاش البلان ديالها؟ احلام كانت بنت واحد العائله اللي هما لاباس عليهم، واحد الفيلاج لاباس عليهم، مات الاب ديالها، ملي مات الاب ديالها المهم بوها كان باع شي حاجه وخسرها وكذا، وبقاو شي تركه ديالهم وكذا، ولكن ما عطاوها حتى شي حاجه. الام ديالها هي توفات، وبحال هرفوا عليها عمامها وخوالها وكذا، لان كانوا لاباس عليهم لا من جهه الام لا من جهه الاب. المهم الدريه خرجت كانت باقا صغيره، جات مره كطلع تما ما كيعطيوها حتى شي حاجه، وهي ما درويش على قد الحال وصافي، جات كدور غير، المهم ديا وصافي. تلاقات مع حليمه هذه احلام كنهضروا عليها، تلاقات مع حليمه هذه، تلاقات معها صاحبتها وياها، وفي طبيعة الحال دات لهذاك العالم اللي الله يهدي الجميع. صافي تصاحبوا ديال بصح،
ولا ما بغياتهم. المهم بحال خواتي، نمشيو هنا نجيو هنا نمشيو هنا نجيو هنا، هاد الأحلام هادي صافي عيات من داك العالم، مكرهاش غير تزوج. في عينيت غتلقى واحد السيد غادي يكري ليها واحد الدار ويقول لها إلا جمعتي راسك أحلام وكذا وبنت إنسان إنسانة معقولة وكذا غنتزوج بك. فرحات قالت لها صاحبتها صافي هو بيني ليه بأنك إنسانة مزيانة وتبدلتي باش يتزوج بك. أحد النهار قال لها غادي نتزوج بك، مشا جمعات الوراقات ديولها، جمعات الأوراق ديولها وكذا العزوبة وما إلى ذلك وداك الشي ديالهم. المهم لحتى اليوم موعود باقي ليهم غير يعطيو هذاك الشيء للعدول باش شي كاتبهم. لحتى غادي يتقلب ليها الراجل، قال لي صافي هذاك الشيء مابقاش منه، مابقاش بان لي في الزواج وانا وكذا وما قدش المسؤوليه وما عرفت شنو دار في كلمته. هنا هاد الاحلام شنو وقع ليها؟ تصدمات بقوه ديك الصدمه، جا بحال العصاب بحال انهيار اعصابي تشلات بحال مابقاش كتهضر مابقاش كتقوى على الهضره بزاف. السيده بقى فيها الحال بزاف، كانت معوله هذا الراجل هذا ينقض من هذيك الورطه اللي هي فيها وكذا وعائلته سمحوا فيها ما عطاو لا ورث لا شي حاجه صافي مستغلين هذاك الشيء وما عطاو والو. وجات لهاد المدينه الكبيره ومهم تكرفسات وفي الاخير ملي لقات الانسان اللي غيتزوج بها وتستقر سمح فيها بهذه الطريقه المهينه. بقى فيها الحال اللي هذا تشلات صافي. هنا ديك حليمه ما سمحاتش فيها، جابتها للدار قالت لها صافي بقاش فيك الحال وكذا غتبقى هي معايا وختي وما الى ذلك. جابتها للدار قالت لما قالت لي هاد صاحبتي راه غادي نخليها معايا في الدار، راه السيده واقع لها مشاكل وكذا، شكون اللي غادي يكون بها، شكون اللي غادي يقوم بها، شكون اللي غادي. قالت لها ربي راسك، المهم بغيتي تجيبها جيبها، انت اللي غتكلفي بها، انا راه ما غندير معاها حتى شي حاجه. قالت لها لا انا غادي نكون معاها. صافي بقات عايشه معاها في الدار بحال خاتها، تهتم بها تدورها تلبسها تعاونها في اي حاجه. المهم واحد المده قصيره غادي يجي واحد السيد وغادي يتزوج بهاد حليمه، غادي يتزوج بها. اش نشرطات على داك الراجل؟ قالت له شوف اول الناس انا هاد صاحبتي راه ما عنديش فين اللوحه، ما عندهاش فين تمشي، غديها معايا. ربما هو بالاول قال لا ما لا انا مجوج بك تي ولا مجوج بصاحبتك لا ما لا، ولكن في نهايه المطاف وافق. قالت ليه واخا نعرف نكري ليها بوحدها، نكري ليها حدا فين نسكن انا وياك، نكري ليها ونجي نقابلها، المهم انا ما غاديش نفوتها. المهم في نهايه المطاف كما قلنا لربما رفض في الاول، المهم مناوشات عديده بيناتهم، ولكن في الاخير وافق، داتها معها عاشت معها هي اللي كتهتم بها وتقابل الشؤون الخاصه ديالها مزيان. اشنو غادي يوقع من وراء هادشي هذا؟ غادي يجي واحد من جهه العائله ديال هاد الاحلام، كما قلنا كانوا ناكرينها ماشي هما ناكرينها، كانوا كيستغلوا هذاك الشيء وما عاطيين شي حاجه لانهم اصلا ما كانوش قاسمين. دابا وقفوا على القسيمه وضروري خاصها تحضر احلام لانها وارثه شرعيه. جاو عندها وقالوا ليها غتمشي معنا لانه عندك واحد الورث هنا كذا كذا، يعني السيده ولات لاباس عليها. داوها ومشات معاهم هاد حليمه، مشات معاهم تمايا وشافت وكذا وقفات على القسيم وما الى ذلك. المهم هاد حليمه هادي او هاد احلام عفوا ولات مرا لاباس عليها لان ورثها رجع ليها. يعني عاد ناض واحد من هذوك الناس من عائلتها بطويل الحال قرر انه يتزوج بهاد الاحلام، بغى يتزوج بها. قالت ليهم هذيك حليمه ودي راه صاحبتي انا راه دايره يعني راه ما كتهضرش، ما الهضره عندها بصعوبه يعني مشله يعني تعوجت شويه ما يمكنش، نتوما كتضحكوا على الوقت كيفاش هي ما كانت تزوجت تب بكامل الصحه ديالها السيد سمح فيها ودابا غتزوج ما يمكنش. قال لهم لا انا غنتزوج بها، هذه بغيتها ومن العائله ديالي وكذا وانا نقوم بها. هنا عرفتهم بانها غير ولات عندها الفلوس هادشي علاش هي بغاو يتزوجوا بها، يعني غير طمعا لا اقل ولا اكثر. قالت لهم لا انا ما نخليتش واحد يقولب صاحبتي احلام بهذه الطريقه، هذه حليمه كتهضر. قالوا والو هذا السيد غيتزوج باحلام، هذه من العائله ديالنا وكذا وحنا غادي نقوموا بها وانت كتبقاي برانيه والله يجزيك بخير على داكشي اللي درتي معها. هي ما بغاتش والو ضربات معاهم. هنا ناضت احلام واخا هي عندها صعوبه في الهضره وفي الكلام، بحال قالت حليمه قالت لها صافي واش انا غادي نبقى عندك طول حياتي، انت عندك مستقبلك وعندك راجلك وعندك حياتك الخاصه، خليني انا نتزوج
ونبدأ حياتي من جديد، ما عرفت شنو كاين. صافي ملي شافتها بحال ما هكاك هي بغات، قالت لها متأكدة، قالت لها متأكدة، خلاتها أحلام غتزوج تمايا. صافي حليمة هزات ساكها ورجعات لدار راجلها، وخلات صاحبتها أحلام تمايا في الفيلاج تبدأ حياتها من جديد. وهنا يتبعوا معايا مزيان، لان هنا غت احداث ديال هاد القضيه هادي غترون شيئا ما. المهم هاد احلام خليناها في الفيلاج غتزوج بهذاك الراجل اللي من العائله ديالهم. مزيان ملي هما كيوجدوا في الوريقات ديالهم ديال الاحلام، عاوتاني غتوجد وريقاتها، غيلقاو السيده مزوجه. قالت هي مزوجه اصلا، يعني شهاده العزوبه ما كايناش، يعني السيده ماشي عازبه، راها متزوجه، ما يمكنش ليها عاوتاني تزوج عاوتاني. قالت لي ما يمكنش. دوك الناس استغربوا، كيفاش السيده مزوجه؟ السيده ما عمرها تزوجات، راه ما يمكنش. قالت لهم انا اصلا كنت غنتزوج، واحد السيد سمح فيا قبل ما نتزوج، يعني العقد ما تسجلش اصلا. قالوا لي هادشي اللي طلع. المهم انت راكي مزوجه، شكون هو السيد اللي مزوجه بيه؟ هاد السيد اللي طلعت انها مزوجه بيه هاد احلام، وهو محمد ولد الحاج مفضل اللي تقتل، تلقى مقتول. ما يمكنش هادشي هذا تعلمات به النيابه العامه، لان القضيه فيها تزوير وانه وما الى ذلك، وخاص البحث يكون في هاد القضيه. هنا مشاو بالنيابه العامه البوليس عند محمد والحاج مفضل، لقاو اصلا هو كيقلب على مراته. قالوا لي كيفاش كتقلب على مراتك؟ قال لي ما انا كنت متزوج. شكون هي السيده كنت متزوج بها؟ سميتها احلام. احلام يعني هضرت الناس والحالة المدني صحيحه، يعني السيده راه مزوجه، شي علاش ماوش يعطيوها شهاده العزوبه؟ هو فين مشات دابا؟ انا جيت سيدي دابا شي يومين بحال ما هكاك نقلب عليها، ما لقيتهاش. لقيت الدار خاويه، ما كاين لا فلوس لا الذهب ديالها لا حوايجها لا حتى شي حاجه. هزات حوايجها ومشات. كنتصل بها ما كتجاوبنيش، ودابا راني حير، ما عرفتها لا علاش هربات لا علاش سمحات فيا، اشنو دارت الله اعلم. قالوا لي هاد احلام كتعرف السكنه ديالهم، يعني تعرف دار امها وكذا. قال لي راه دار الوالد ديالها هي كاينه في البلاصه هذه، انا عيطها لكم. جاو معاه لحتى كيدقوا في الباب تاع الدار، فعلا نيت كتخرج المراه موت احلام، مراه كبيره. قالوا لها كاين احلام؟ قالت لهم اه. يخرج احلام سلام سلام، لقات محمد. ما يمكنش. قال ليها علاش هربتي؟ علاش هربتي من الدار؟ انا بقات كتدخل تخرج الهضره، حيت شافت البوليس ما فهمات والو. قالوا لي واش هذه مراتك؟ قال لي اه هذه مراتي. شدوا براسهم بوليس، ما يمكنش الاحلام اللي كنقلبوا عليها ومزوجه بيك انت في الاوراق راه ماشي هذه، راه واحده اخرى. قال لهم كيفاش؟ عاد جابوا هذيك احلام اللي كما قلنا هذيك اللي تشلات في الفيلاج، ما بغاوش يزوجوها لانها مزوجه ديجا، جابوها. قال لي ملي ماشي هذه راه صاحبه مراتي، راه ما يمكنش. البوليس شدوا براسهم، ما يمكنش، واش نتوما باش تدوخونا؟ محمد قال لهم انا هذه هي مراتي، هذه احلام. هو كيقول احلام لمن؟ يقول هذيك اللي حنا سميناها حليمه. هادشي اللي بغيت نوصل لكم. قالوا لها انت اري لاكارت. لاكارت عطاتو لي احلام، هذيك اللي شويه مشله. بينما هذيك حليمه اللي حنا عندنا في القضيه ما قادراش تطيم لاكارت، ما يمكنش. واش حنا تكاتبنا؟ سول محمد. ما فهمت شي حاجه. هنا صافي شدات براسها هي هذيك حليمه، وجا تعرف اليوم اشنو قالت لي. هاد حليمه راه ما عندهاش لاكارت، لانها مولوده بطريقه غير شرعيه، وباها ما عارفش بها، وماماها يعني ما سجلاتها بحاله مدنيه شي حاجه، وبقات بدون هويه، يعني ما عمرها دارت لاكارت، ما عمرها دخلت المدرسه اولا شي حاجه، وكانت غير كتخدم غير هنا وهنا وهنا. وملي هي تلاقات بين محمد وبغات تزوج به، باش تزوجات دارت واحد العمليه تاع النصب والتزوير، خدات الاوراق ديال صاحبتها احلام، اوراق صاحبتها احلام، لانها هي قدها في العمار تقريبا، قريبه لها حتى في الوجه كتشبه لها تقريبا في كل شيء. خدات الاوراق ديالها وتزوجات بهم، موجود الاوراق كما قلنا. هذيك احلام راه كان غير زوج بواحد السيد، وجات الاوراق كاملين اللي حتى بغات تعطيهم للعدول، الاخر سمح فيها، جابتهم حطاتهم، الاخر هزاتهم فاش تشلات
جابتها هي وراقعتها، الاخرى هزاتهم مشات تزوجات بيها. يعني هذيك احلام الحقيقيه ديالنا، ما كانش داير النصب ولا الزواج، النصب دارتو هادي، هادشي اللي كاين. هنا البوليس غيتاكدوا من البصمات ديولها، ملي تاكدوا من البصمات ديولها غطلع واحد الكارثه كبرى. البصمه ديالها ديال من هي؟ البصمه اللي كانوا كيبحثوا عليها البوليس في الجريمه تاع الحاج المفضل، هي اللي كانت في الكاس تاع الخمر تمايا. يعني هي مولا الفعله، وهي البنت اللي كانت مع الحاج المفضل في الطوموبيل. زادوا تاكدوا من اللي قارنوا الشعرات ديالها، يعني الشعر ديالها بهذاك الشعر اللي لقاه في مسرح الجريمه، طلعت مطابقه هي، يعني البنت هي. ودابا غادي نعرفوا القضيه من الاول. اسيدي هذا الحاج المفضل اصلا هو العوبان من صغره، كان معرف على هاد السيده ماما حليمه، كان معرف عليها ولد معها بطريقه غير شرعيه، وزاد وخلاها مشات عندو ترجاتو كذا كذا كذا، والو ما عقلش عليها. قال لها بعدي من تيار الكدابه، مشى في حالته سمح فيها، مشى تزوج هوايا هذيك مرة الثانية، لأنه أصلا ملي كان تعرف على مامات حليمة كان ديجا مزوج والد محمد. مشى عاود بنى حياته عاوتاني من جديد بعد ما طلق مراته، وسمح في هاد المرة، يعني مامات حليمة سمح فيها. البنت كبرات، كبرات وهي حاقدة على بواها اللي ما كتعرفوش، وسامح فيها من قبل ما تولد، وكتقول لها ما باباك راه لاباس عليك وسمح فينا وكذا وكذا وكذا. صافي ملي كبرات هذيك حليمة قررت أنها تنتقم، تنتقم من بواها. وما قالت لها ما ديري حتى شي حاجه في بواك، انا غنمشي وندوي معاه. فعلا نيت المراه على حساب الهضره ديالها، راه مشات ودوات مع الحاج المفضل وهو كبير في هذيك السن، وقالت لي بنتك راه صارت شابه وكبيره وكذا وكذا، راه ما حنا في الدنيا عاونها، هذيك راه بنتك. قال لي بعدي مني عطيني اتساع، هذيك ماشي بنتي، شوفي من جيبها جرى عليها. ما حملاش راسها، جات عند بنتها وقالت لها ودير شنو قال لي شنو قال لي. هنا قررت انها تنتقم هذيك حليمة، وعرفاته ألعبان وزير النساء دخلته من هاد النقطة هادي، لأن هي بغات تصفي عليه وفي نفس الوقت تولت. كيفاش دير ليها؟ احنا غادي نشوفو. مشات عندو دارت بيه دارت بيه دارت بيه، اللي حتى قنعاتو أنه يديها شي دار تكون مطرها، وهي اللي قالت ليه ما دينيش للديور ديولك باش تا واحد ما يشوفو، تا واحد ما يعرفو، تا واحد ما يدي ما يجيب. المهم ركبها في الطوموبيل ايوا داها، هي فاش داها عند ديك مول الحانوت، يعني بقات هي في الطوموبيل. مشى كرام عندو هذيك الدويره ودخلوا مع بعضياتهم. هنا هي ديك حليمه اشنو دارت؟ كان جايب معاه واحد المنوم، ايوا هو خوا هذاك المشروب الكحولي، دساتو ليه في الكاس بلا ما يدي ما يجيب. ايوا اوكي ضحكوا بيها وناشطين وضحكوا وكذا وكذا وكذا، اللي حتى لعب عليه هذاك المنوم. هذاك المنوم ملي لعب عليه ناس السيد ناس دخلت في بيت ناس، ايوا وتقتلو بأداة حادة، طاف طاف طاف. ملي قتلاتو يعني حيدات لي الفلوس ديالو، حيدات لي كلشي المتاع ديالو، ايوا وزادت خلفها. هي علاش ما تسوقاتش البصمات؟ لان هي عارفة ما دايراش لاكارت، قالت انا ما دايرة لاكارت لا والو، ما يطيحوش ليا البوليس. وديك الكاس ديالها كانت كتشرب بيه، كانت كتهز القلية وكتهز الكاس، هادشي علاش البصمات بقاو مطراسين تم، وديك الكارو هي اللي كماتو. ايوا صافي دارت هذيك أداة الجريمة، راه هي اللي خلات قطاري تعدم، لأنها ملي خرجات وباقي في يدها هذاك الموس، اللي حتى هبطات بغات تحل الباب الرئيسي عاد خشاتو في الميكا، بقات هازة بقاو ديك الخلعة والصدمة وكادو جاية مخلوعة، يعني بقات هازة اللي حتى هبطات لتحت ودارتو واحد الساشية ودارتو في الصاك ديالها، وخرجات في تالي الليل ومشات لدار أمها بلا ما دي ما جيب. بطبيعة الحال ما قالت لأمها حتى شي حاجة. هي في هذه الاثناء كانت معرفه على هذيك احلام صاحبتها. موراها غير مورا الجريمه غير شي ايام قليله سمح الاخر فيها، يعني هذاك اللي كان بغي يجوج باحلام سمح فيها وخلات وراق وهي تشلات. هنا طاحت عليها فكره اخرى، قالت انا علاش ما ندورش بهذاك محمد ولدو، هي عرفات ولادو عرفات كلشي، غدير كارثه اكبر. اشنو دارت؟ دارت بهذاك محمد ولدو، كان بلا زواج بلا والو، دارت بيه حتى وافق انه يتزوج بها، يعني السيده كانت عايشه مع خوها الله يستر. ما عليناش، هنا قول باتو وتزوجات بوراق تاع صاحبتها. كيفاش دارت؟ الله اعلم. المهم هي تزوجات بوراق صاحبتها. صافي تزوجات بيه وجابتها سكناتها معاه،
سكنتها حتى هي تماك. هي البنت هذيك احلامها كانت كتسمع الراجل كيقول لها احلام، ولكن معايا البنت سميتها حليمه كتقول لها ربما واقيلا كيدلعها كيقول لها احلام اولا كيضحك معاها ولا شي حاجه. صافي اللي حتى الاخر ضربتها بورسه ومشات للفيلاج وقرر ان هذاك الاخر يتزوج بها. هنا فينا تفضح القضيه، هي في الفتره هذه هذيك حليمه اشنو كانت بغات دير؟ هذيك حليمه راه كانت باغا تولد في هاد محمد بطريقه غير مباشره، راه كانت ناويه تصفي عليه، ولكن دار ليها عاوتاني المورال فكره اخرى، قالت ما غاديش نصفي عليه دابا اللي حتى غادي نطمعو انه يبيع كل شيء ويكتب لي شي حاجه ولا شي حاجه. يعني دورات في مخها لقات راسها انها القتيله ديالو ما مسلكاش دابا. فكرات في الاول حساب الاعترافات ديالها انها تصفي عليه وتورث فيه لانها مراته، ولكن قالت مهم بولي تقدروا يبحثوا ويعرفوني انا اللي قتلته. لا ما خداماش، خلي غير يبيع ويكتب ليا وناخذ منه الماكسيموم. هادشي اللي كاين، هادشي علاش هي ما بقاتش حامله وهزات حوايجها وهربات. جات لدار امها قالت غادي نريح واحد المده نفكر شنو ندير. هادشي اللي كاين، يعني هذاك محمد غير تزقل من القتيله وصافي. يعني هاد السيده هذه دارت واحد الجرائم اللي هي عديده، هو الاساس على الجرائم هو الاب بصراحه، هو داك الحاج نفضل، ولكن حتى هي ما كانش عليها ان تخمم بهذه الطريقه يعني البشعه والصفاء الراجل وتحاول تصفى لولده ومشات تزوجات بداك الولد اللي ما خاصهاش تزوج به اصلا ودارت كوارث كبيره بزاف. المهم البنت تحكمات، هاد حليمه هادي تحكمات بالمؤبد. هادي هي القضيه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم، وما تنساوش ديروا شي جيم كومونتير بارطاج القناه ودمتم اوفياء القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.